السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مسألة سؤالين، الأول إن لو الإمام قاعد يبكي في الصلاة ورفع قدميه وردهم، بعد تالي جاءت القراءة وبعد تالي رفع مرة ثانية قدميه وردهم، هل هذه حركة يسيرة؟ في السجود أو قائم؟ قائم. الصلاة صحيحة، يعني يبكي وبعدين رفع رجلا ووضعها ثانية، لا تبطل الصلاة بذلك. الفحة الزوجة نعم، الاثنين الفحة الاثنين قلت لك هيرفع الاثنين، هيطير في الهواء يعني مع بعض، كيف يعني؟ رفع هذه مرة وهذه مرة. ايه كده. لا، ما في، الصلاة صحيحة. صلاة الوتر ما هي هي واجبة رسولنا، واللي قال واجبة هل يعتبر أنها كأنها تارك صلاة؟ لا لا، ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله يدخل الجنة. في الحديث الآخر 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. بارك الله فيك. وإياكم.